السلام عليكم. أول حاجة فرحانة بزاف بزاف بهذه الجائزة هذه اللي كتعني لي الكثير. كنبغي نهديها لسيدنا، الله ينصره لينا ويخليه لينا ويطول لينا في عمره. كنبغي نهديها للسيد فوزي القجع، وبطبيعة الحال الفريق ديالي اللي هو الجيش الملكي، كنبغي نشكرهم كاملين بزاف. وكنبغي نهديها للأب ديالي الله يرحمه، والأم ديالي والأخ ديالي بطبيعة الحال الله يخليهم ليا، وكاع الناس اللي كيبغوا فاطمة تشاكناوش واللي كيشجعوها، وديما مغرب وديما الفخر. شكرا، ميرسي. نسرين، السلام عليكم. غادي نقول بحالها. شكرا بزاف، ميرسي بوكو روا، كو ديو لاسيست. ميرسي بوكو بريزيدون و بريزيدون فوزي الكجا. ميرسي بوكو ا مون كلوب ليل ان فرانس. ميرسي بوكو ا ما فامي، مون بابا، ما مامون، مي غران بارون الله يرحمهم. Et merci beaucoup à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, tous ceux qui travaillent à la fédération marocaine. Et thanks God, comme on dit. Merci. أول حاجة كيف قلت لك قبيله، أنا فرحانة بزاف بزاف حيت هاد الجائزة هادي ماشي بالسهل، كتجي بالخدمة والعمل. وكنبغي الصراحة نقول كاع البنيتات الصغار ديال المغرب، الخدمة والاجتهاد إن شاء الله، وغيوصلوا كاع لداكشي اللي كيتمناو إن شاء الله يا ربي. هادشي راه ما كيجيش بالسهل، كيجي بالخدمه وبالعمل ولا ديسيبلين بطبيعه الحال. وهادشي انا فرحانه به اليوم بزاف بزاف، والصراحه حنا فرحانين بطبيعه الحال بالتنظيم هذا اللي كاين في المغرب، اللي الصراحه المغرب ولا معروف عالميا الحمد لله. وكنتمنى ان شاء الله ديما يبقى الفوق الفوق وديما مغرب. جوي الي دون سون سونس. Passez un message à toutes les jeunes filles marocaines. Si vous m'entendez, continuez à travailler. Continuez à travailler et croyez en vous. Croyez en vos rêves. Vous allez y arriver. Au Maroc, on a la chance d'avoir de belles installations, un bon président et un roi, que Dieu l'assiste, qui nous donne tout dans le foot féminin. Donc on continue d'aller vers l'avant et Inch'Allah, on va exaucer tous nos voeux ensemble. كما كتعرف قبيله اصلا كنا عاود طلعت، كنت غادي نعتذر على التاخر ديالي. صراحه كنت متوقعه الصراحه، ولكن الحمد لله ربي كبير. فرحت بزاف صراحه. وشنو قلت لي؟ بطبيعه الحال الاحتراف، اي وحده كتمنى تحترف، ولما لا ان شاء الله القادم الاجمل. وبطبيعه الحال الفريق ديالي اللي كان بغي بزاف بزاف واللي عطاني الكثير حتى هو ما غنساش، ولكن الا جا الاحتراف ان شاء الله نمشي.